أعلنت وزارة الإعلام تمديد مهرجان العيد الوطني في القرية التراثية في منطقة رأس حيان حتى الأول من شهر يناير 2024، وذلك نظرا للإقبال الجماهيري الكبير على المهرجان الذي تنظمه الوزارة في إطار احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية. ويشتمل المهرجان على العديد من الأنشطة والفعاليات الفنية والترفيهية والأسواق التراثية التي تعكس جانبا مهما من الذاكرة والهوية البحرينية الأصيلة. وايد حلوة، وايد يعني ما أقدر أوصف لكم. ما شاء الله كل شيء حلو، كل شيء حلو، ما الأول يذكرنا بالأول. روعة روعة، ما شاء الله ما شاء الله، كل شيء فيه حلو، ما شاء الله كل شيء فيه حلو. عسى الله يعطيك العافية والصحة إن شاء الله، ويخلي ملكنا إن شاء الله، ويخلي ولي العهد إن شاء الله، ويخليكم، وإن شاء الله يعطينا الأمن والأمان إن شاء الله يا ربي. كل سنة وعليها زود وعليه زود، يعني صدق سووا لنا فرحة، والعيد الوطني بعد أكثر استانسنا به الحمد لله. تروح منها لأن الروحة تخليك تروح حق الإنسان، تكون مرتاح منها، تحب تزورها، تحب تشوفها، فهني وايد إحنا مريحتنا. تشرفنا بزيارة القرية التراثية ولفينا فيها، وصراحة ذكرتنا بأيام القديم بالسكيك وبالسوق الفرجان وبالقهوة والشاي والكباب والخنفروش والعرضة. جينا القرية على أساس نشوف القرية، وايد حلوة وجميلة، وتذكرنا بالأيام الماضي من مدرسة الهداية إلى الأشياء الحلوة صراحة، المأكولات، وجينا يعني استأنسنا صراحة، انبسطنا، وايد منبسطين صراحة. القرية وايد حلوة، وايد ممتازة، موقعها وايد كبيرة، وبالنسبة إنه يعني حق عيالي يبتون هني يشوفون بين الحاضر والماضي، ويشوفون القرية شلون كانت البيوت أول وشلون البيوت يعني الحين بين أول والحين، وطبعا تراثنا ذي ما نقدر إحنا نغيره. بصراحة شيء روعة، ما في أحسن منه. ذكرنا بأيام المدارس، مدرسة الهداية الخليفية، مستشفى النعيم، الفرجان، والدواعيس المحرق، دواعيس يعني عموما البحرين كامله. يعني البحرين انا عشت فيها 2004 2005، ما شاء الله، فطبيعي جدا اني اكون احبها واشتاق لها كل فتره وارجع لها يعني. والقريه ما شاء الله مميزه، وانتم دائما مميزين حقيقه. عجبني في القريه التراثيه هي عشان اشوف التراث ديرتي الجميل القديم، اشوف شلون ابائنا كانوا يعيشون في قديم الزمان. وانا احب اني يسمونها اي البحرين، لان احب اني اي قريه تراثيه ان فيها الاشياء القديمه عن البحرين، واشياء الحلوه واشياء والعرضه، احب اي حق العرضه.